تعرفي بقى ان انا زعلت منك بجد. ليه كده بس؟ ليه كده؟ شغل جنان البنات ده انا ما بحبوش يا سلوى. ازاي بنت زيك انت كده تحب واد زي ده؟ ما الموضوع خلص خلاص، ما تشغليش بالك انت يا ست أصيلة. ماشي، قولي لي بقى يا عسل، ايه الموضوع اللي انت كنت عايزاني فيه؟ ماشي يا ستي، هو ده الكلام بقى، بس رجب لازم يكون موجود معانا. قوي قوي. تعالى يا رجب، كلام النسوان خلص، تعالى. ما برطمش. حاضر. قولي لي بقى يا ست أصيلة. نعم. إحساسك كان إيه لما مبسوطة قالت عليكي سيدة أعمال؟ انشكحت. شفتي بقى؟ وأنت يا رجب لما قالت عليك مدير أعمال سيدة الأعمال؟ يعني نفس الانشكاح بالظبط. طيب يا جماعة، إيه المانع بقى إنك تبقي سيدة أعمال بحقه حقيقي؟ وإن رجب يبقى المدير العام؟ ما هو ده اللي حاصل يا بنت الناس. لا طبعاً يا رجب، مش ده قصدي. أنا قصدي أعمال تانية، أعمال غير اللي أنتوا بتعملوها دلوقتي. إيه رأيك يا ست أصيلة تغيري نشاط؟ قصدك نبطل تسول وشحاتة يعني؟ طب ولما نبطل هنشتغل إيه؟ نعمل أراجوزات في الشارع ولا نسرح بقرود ونساميس ونقول اللي هي ميمون؟ ما هو ده تسول برضو يا رجب. يا جماعة أنا مش قصدي كده خالص. استنى شوية، قولي لي يا حبيبتي، فهمينا قصدك إيه؟ المصنع القديم اللي بتقولوا عليه المخزن، بدل ما هو مأوى للمتشردين والمتسولين من كل صنف ونوع، يبقى حاجة تانية خالص، حاجة مفيدة وجميلة، وتنقل الناس من عالم كله بؤس لعالم كله فرح وبهجة ورزق حلال، وتضمن لكل بني آدم كرامته وإنسانيته. طب وإيه النشاط الجديد اللي عايزانا نعمله؟ رجعي المكان لأصله تاني وشغالي الناس دي كلها فيه. اعمليه ورش للصناعية، دكاكين صغيرة جنب بعض كده، ده ترزي حريمي وده ترزي رجالي، دي ورشة فخار، ورشة سجاد جنبها، ويبقى فيه بوفيه صغير بيعمل قهوة وشاي وبيقدم سندوتشات، والناس رايحة جاية قدامك، والدنيا تبقى مليانة حواليك صدقيني. أيوة يا سلوى، بس الناس اللي في المخزن دي أوديها فين ولا أعمل فيها إيه؟ والله اللي عايز يتعلم صنعة ويشتغل أهلا وسهلا بيه، خليه، واللي مش عايز الأحسن ليك إن هو يمشي. طب والعجزة والمكسحين؟ كل واحد فيهم يشتغل الشغلانة اللي يقدر عليها وتناسبه. يا سلوى، واللي ما يعرفش يشتغل اصلا يعمل ايه؟ هتقفي جنبه وتساعديه. ما انت خلاص هتبقي سيدة اعمال، وبعدين اللي قادر يشحت يا ست أصيلة ما هو اكيد قادر يشتغل، ولا ايه؟ ايه رأيك يا فرخ؟ والله رئيسة، يعني هو كلام حلو وزي العسل طبعا، بس ده موضوع كبير قوي وعايز شقلت فلوس. انا اقدر اساعد، ده مشروع ممكن الجرنان بتاعنا يتبناه ويساهم فيه، ده غير ان في ناس كتيرة محترمة لما تسمع عن المشروع اكيد هتقف جنبه وتدعمه. اديني طلعتين شمس وهقولك يا يا لا، بس سيبك انت يا عسل، الليلة دي كانت زي الفل.